بعد لما انت شفت الحالات ديت وجالك في العياده العيان الاكروميجالي وعرفته، وجالك البرولاكتينوما وعرفتها، وجالك الكوشنج وجالك، يعني انت بدات ان انت ايه بالهيستوري كده والاكزامينيشن بتاعك، بدات ان انت تقول يا جماعه والله ده شكلهم كده ايه ده بيتيوتر ادينوما، هنعمل لهم ايه بقى، ايه الانفستيجيشنز وايه الايفالويشن، ازاي هتيفالويت وتعرف هل ده ده هنعمل له ايه، الخطوه الجايه ايه الانفستيجيشنز اللي هطلبها. تعالوا نشوف الانفستيجيشنز اللي احنا بنتعامل فيها في حالات البيتيوتري. ثلاث حاجات. اول حاجه ايفالويشن اندوكرينولوجيكال، طبعا هنعمل له اندوكرين سكريننج، هنعمل له بقى كل الهرمونات زي ما هنشوف حالا دلوقتي، وانفستيجيشن علشان موضوع الماس افكت بالذات عايزين نعمل له ايه، عايزين نعمل له فيجوال انفستيجيشن، فيجوال فيلد بالذات، سواء كان انت بالفحص بتاعك تعمل له فيجوال فيلد اكزاميليشن، او الافضل طبعا انك تعمل له ايه بيريمتري عن طريق الاوفثالمولوجي، تبعته لزميلك بتاع الاوفثالمولوجي تطلب له ان هو يعمل لك فيجوال بيريمتري زي ما هنشوف برضو دلوقتي. والحاجه الثالثه الايه الراديولوجيكال بقى، اللي هو الايه انك تطلب له الام ار اي والسي تي زي ما احنا هنشوف. يبقى اذا الانيشال سكريننج بتاعك لحالات البيتيوتري لازم يكون في دماغك هما ثلاث حاجات، لازم الثلاثه يكونوا موجودين. ما تحجزش حاله وتعرضها في المرور وانت مش مجهز الثلاثه دول. مش مجرد ان عيان جالك بام ار اي كده في بيتيوتري ادينوما تقول له طب حاجه عندنا حاله بيتيوتري ادينوما، اول سؤال هيتسال هو سكريتوري ولا نون سكريتوري، هتقول والله ما عملتلوش هرمونال بروفايل. طب هو عنده فيجن ولا لا؟ والله حضرتك انا فحصته عمل لك بيريمتر يعني لا ما عملش، انت كده بتعرض الحاله ليه؟ ما تعرضش الحاله الا وانت كان مكملها. حضرتك العيان ده عنده بيتيوتري ماكرو ادينوما، ده برولاكتينوما، برولاكتين ليفل بتاعه كذا، وعنده باي تمبورال هيمي انوبيا والبيريمتر اهو كده، انت فاهم انت بتعمل ايه. يبقى وانت بتحضر الحاله ديت او انت بتحجزها ايه الانفستيجيشنز المطلوب منك؟ ثلاث حاجات. واحد الفورمال فيجوال فيلدز اللي هو عن طريق الايه البريمتري، لان احنا عارفين ان التيومر لو كبر بالماس افكت هيعمل لك ايه كومبريشن على الاوبتيك، عايز يعمل لك باي تمبورال هيميالوبي. طيب ايه تاني؟ الاندوكراين سكريننج بتطلب منه ايه بقى؟ تقول له حاجه تعالى تروح تعمل التحاليل ديت. ايه بقى اللي هتطلبها منه بقى؟ السيرم كورتيزول ليفل بالذات 8 الصبح 8 ام كورتيزول ليفل، لو عايز تعمل بي ام كمان مفيش مشكله، ومعاهم كمان ايه ال 24 يورينري فري كورتيزول لو انت حابب يعني. اوكي بس احنا بنطلب ايه؟ لازم 8 ام كورتيزول ليفل كويس، لان انت عارف ان الكورتيزول بيزيد مع الهايبر كورتيزوليزم مع الكوشنجز ديزيز، الكورتيزول المفروض توقع ان هو يكون بيزيد يعني لو هو ده عنده مشكله كوشنج يعني. طيب ايه تاني؟ بنطلب فري تي 3 او فري تي 4 مع التي اس اتش، بنطلب فري تي 4 مع تي اس اتش، نطلب اتنين مع بعض يعني تي اس اتش وفري تي 4. ليه؟ انا لو كوشنج هيبقى ايه اللي حصل؟ التي اس اتش هيبقى عالي والتي 4 هيبقى عالي، الاثنين هيبقوا عاليين مع الايه مع حاله الايه الهايبر ثايرويديزم اللي هو بسبب الايه السكندري بتاعتي انا اللي هي بتاعت الايه البيتيوتري ادينوما، هيبقى التي اس اتش عالي والتي 4 الاثنين عالي. طب افرض لقيت التي 4 عالي والتي اس اتش قليل، يبقى ده ايه؟ برايمري هايبر ثايرويديزم، صح كده؟ طيب بس ممكن تلاقيهم قليلين زي ايه؟ امتى التي اس اتش يكون قليل هو والتي 4، يبقى المشكله فين؟ المشكله في البيتيوتري، ان انت عندي زي في البان هايبوبيتيوتريزم كده التي اس اتش ما بيطلعش وبالتالي التي 4 ما بيطلعش، فيقل الاثنين مع بعض يسموه سكندري هايبوثايرويديزم. بس في حاجه اسمها برايمري هايبوثايرويديزم اللي هو ايه؟ ان الثايرويد ما بقتش بتطلع ثايرويد هرمون، فيبقى التي 4 قليل، وفي الحاله دي بيبقى التي اس اتش ايه بيبقى عالي، التي اس اتش عالي. المهم يعني احنا في الحالات بتاعه البيتيوتري ادينوما انا بتاكد بس بدور على ايه، على ان هل التي اس اتش عالي ومع التي 4 عالي عشان اقول ان دي في سي اتش سيكريتنج ادينوما، ولا ان التي اس اتش قليل والتي 4 قليل علشان معنى كان دي سكندري هايبوثايرويديزم جزء من الايه من البان هايبوبيتيوتريزم اللي موجود معانا في الشغله ديت. خلاص يبقى بنطلب السيرم كورتيزول 8 ام وبنطلب الايه الفري تي 4 مع التي اس اتش، بنطلب برضو البرولاكتين طبعا، عارف ان هو بيزيد طالما الست مش حامل ومش بترضع، فطبيعي ان هو بيكون في نورمال ليفلز قليله، بعارف ان هو بيزيد سنه مع الستوك افكت وبيزيد قوي مع الهايبر برولاكتينيميا. اوكي بنشوف برضو بنطلب الاف اس اتش والال اتش
مهمه جدا، والساكس ستيرويد زي الاستروجين والتستوستيرون والحاجات دي اللي هم بيقلوا مع الهايبو جوناديزم وبيزيدوا مع الجونادوتروبين سيكريتنج ادينوماز. وبنطلب يعني من الحاجات الشائعه اللي احنا بنعملها وبنعملها غلط، ان احنا بنطلب جروث هرمون. انك تطلب جروث هرمون في حالات الاكروميجالي ده ما بقاش مظبوط زي ما هنشوف دلوقتي، لان الجروث هرمون فلكتويتنج، ساعات بيطلع في اوقات مختلفه. فانت لو طلبت كده عينه عشوائيه من الجروث هرمون، الجروث هرمون بيطلع في شكل بالساتايل، يعني ايه؟ يعني يطلع هوب وبعد كده يروح واقف بقيه اليوم مفيش جروث هرمون عادي، وبعد كده يروح ندي هوب يطلع ايه زي بالس كده، تطلع دي جروث هرمون. انت لو خدت بقى اي عينه عشوائيه في وسط الفترات اللي فيها البالسز بتاعه الجروث هرمون، هتلاقي الليفل قليل ويطلع في الاخر هو جروث هرمون بتاعه. الافضل والمور سنسيتيف بصراحه هو الانسولين لايك جروث فاكتور. الانسولين لايك جروث فاكتور ده يعتبر ان هو مور سنسيتيف في الاكروميجالي، وده بيعلى طبعا مع الاكروميجالي وبيقل مع الهايبو بيتيوتيريزم. وبنعمل برضو الفاستنج بلاد جلوكوز. مهم الفاستنج بلاد جلوكوز ليه؟ لانه بيحصل ايه؟ بيحصل انه ممكن يبقى عنده جلوكوز انتولرنس في حالات الايه، في حالات الاكروميجالي وفي حالات الكوشنج، وبيقل في الهايبو ادرينالزم، يجي له نوع من الايه، من الهايبوغلايسيميا مع الهايبو ادرينالزم. شو يعني؟ بس الاهم طبعا هنشوف بقى الايه، انه بيبقى عنده هايبرغلايسيميا مع الايه، مع الكوشنج ومع الاكروميجالي. دي الهرمونز اللي بنطلبها حضرتك. احنا محتاجين حضرتك بس تروح لدكتور الرمط تعمل لي بريمتري، محتاج حضرتك مع هذه المعاينه تعملها سيرم كورتيزول اف اي ام مع 24 يورينري كورتيزول، تعمل لي تي اس اتش وتي 4، تعمل لي برولاكتين، تعمل لي انسولين لايك جروث فاكتور، تعمل لي ال اتش واف اس اتش وتستوستيرون، ولو في ميل تبقى استروجين، والفاستنج بلاد جلوكوز. ايه تاني؟ الرنين بقى، خلي عندك دم بقى، يعني ما دول مش تعمل رنين في الاخر، لا طبعا هنعمل ام ار اي، ام ار اي سله وذ كونتراست. مهم جدا انك تعمل ام ار اي سله وذ كونتراست. المهم كمان مع الام ار اي سله وذ كونتراست انك تعمل كمان سي تي، سي تي بارانيزال ساينسز، عشان تتفرج على، نتكلم عنها حالا دلوقتي، تتفرج على شكل السفينويد اللي انت تخش خلالها يبقى شكلها ازاي. برضو ما تعرضش حاله بيتيوتري من غير ما تكون عامل لها سي تي بارانيزال ساينس. عود نفسك كده، عود نفسك عيان البيتيوتري داخل عليك ريكوست رمط، ثلاث حاجات تروح مطلع له ثلاث ورقات على طول، ثلاث ورقات، ورقه تروح بيها للرمط تعمل لي فيها بيريمتري عشان تدوكيومنت الفيجوال فيلد بري اوبرتيف، ورقه ثانيه للمعمل تطلب منه الايه الهرمون سيرم كورتيزول 8 اي ام 33 34 مع تي اس اتش، انسولين لايك جروث فاكتور، برولاكتين، اف اس اتش وال اتش، كل الحاجات الحلوه دي. والورقه الثالثه تروح بقى للرنين ام ار اي سيلا وذ كونتراست، وتعمل كمان ايه ال سي تي بارا نيزل ساينس. اوكي طيب، تعال ناخد واحده واحده منهم كده ونقول الجايد لاينز بتاعتهم ايه. اول حاجه البراكتس جايد لاينز بالنسبه للفيجوال ايفالويشن والبيتيوتري ادينوما، بص الكلمه دي بتاعت الهاند بوك، ايفالويشن باي ان اوفثالمولوجيست از ريكومندد. ده مش عشان انت وحش ولا حاجه، لا لا لا، احنا محتاجين ندوكيومنت الكلام، محتاجين نعمل بيريمتري حقيقي. بنعمل بقى الاوتوماتيك ستاتيك بيريمتري از ريكومندد، ونعمل بقى الفيجوال ايفوك بوتنشال يعملوها، عايز يعمل او سي تي، عايز اللي هو عايز يعمله يعمله، هم يعمل لك تقرير مفصل كده عن الحاله بتاعته، وعلشان تدوكيومنت الوضع بتاعه. يبقى لما تبعت ريكوست رابط لحاله البيتيوتري ده جايد لاينز تبعته، علشان هو يرد عليك ويبعت لك البريمتري بتاعه مرسوم، ويعمل لك الاو سي تي يشوف الايه اخبار الاوبتيك نيرف اخباره ايه، والاوبتيك ديسك اخباره ايه، هل في تاثير عليه، وكل الكلام ده ايه يبقى دوكيومنتد عندك قبل العمليه. يبقى ده اول حاجه بالنسبه للفيجوال ايفالويشن. نيكست، طب الاندوكرينولوجيكال ايفالويشن مهم جدا، ان انت برضه لازم تطلب الايه كل البيتيوتري اكسس زي ما احنا قلنا، يعني خلاص احنا عارفين بقى الايه. هنا بيقول لك ايه، الانسولين لايك جروث فاكتور شود بي روتينلي تيستد تو رول اوت السب كلينيكال جروث هرمون هايبر سيكريشن. يعني هو فكره برضه الجايد لاين، يعني كل الحاجات اللي احنا طلبناها ديت وقلناها ده جايد لاينز، الهرمونز اللي احنا قلناها دي بالترتيب كده كل دول جايد لاينز ان انت لازم ان انت تطلب. نيكست، بالنسبه بقى لبعض التيستس المعينه، بس عايز ان انا اقولهم ب
يعني وضوح اكتر وتفصيل اكتر موضوع الكورتيزول تيستينج والايه الجروث هرمون. عايز اقول بس كلمتين زياده كده عنهم. احنا خلاص فهمنا الايه الهرمونات الثانيه مفهومش مشاكل. الكورتيزول تيستينج احنا كنا قلنا ان الكورتيزول بنعمل له الايت اي ام كورتيزول ليفل. في بقى تستات ثانيه كده بنحاول زي ما اتفقنا في الكوشنج بالذات كان الاي سي تي اتش ريليز ممكن يكون من مناطق اكتوبيك وممكن يكون الموضوع ملوش علاقه بالبيتوتري اصلا وجاي بقى من الادرينال جلاند وكده. ففي تيست كده اسمه دكسا ميثازون سابريشن تيست. ايه فكره التيست ده؟ زي ما احنا عارفين الاكسس برضو بتاع البيتوتري ادرينال اكسس ان البيتوتري جلاند بتطلع اي سي تي اتش علشان يستيميوليت الادرينالز انها تطلع كورتيزون. فلما الكورتيزول بيعلى ده بيعمل نيجاتيف فيدباك وبيقلل الاي سي تي اتش ريليز. بناء على هذه الفكرة عملوا موضوع الدكساميثازون سابريشن تيست. ان هو يعمل ايه؟ ان الطبيعي ان انا لو اديتك دكساميثازون واديتك حقن الدكساميثازون كده المفروض ان انت الليفلز بتاعت الاي سي تي اتش بتاعتك بتقل عن الطبيعي. فهو ده اللي اسمه دكساميثازون سابريشن تيست. اديك دكساميثازون واشوف الاي سي تي اتش ليفلز بتاعتك. لو لقيت انها قلت ده نورمال، انت كده نورمال مفيش مشكلة. بس ده لما بدي لو دوز، بدي كده لو دوز دكساميثازون سابريشن تيست. ادي لو دوز المفروض تاني يوم الاقي الايه اي سي تي اتش ليفل بتاعك قلت، انت كده نورمال الحمد لله زي الفل حبيبي ما شاء الله عليك. اللي عندهم كوشنجز ديزيز لما تديهم لو دوز دكساميثازون ما يحصلهمش سابريشن. ليه؟ لان عندهم الاي سي تي اتش ليزنج سيلز كتيره قوي. لكن لو اديتهم هاي دوز دكساميثازون سابريشن تيست يقل. لو اديت الدكساميثازون بدوز اعلى شويه ياثر بقى على كل الخلايا اللي شغاله دي فيقل الايه السيرم كورت او الاي سي تي اتش ثاني يوم. ده اسمه ايه؟ الهاي دوز دكساميثازون سابريشن تيست. طب افرض ما قلش بقى، ده غالبا اي سي تي اتش جاي اكتوبيكالي بقى مش من الايه مش من كوشنج. حلوه قوي الكلمه دي. يبقى شوف انا ازاي بالدكساميثازون سابريشن تيست ده عرفت افرق بين ثلاث حالات، واحد نورمال، واحد عنده كوشنجز ديزيز، واحد عنده اكتوبيك اي سي تي اتش. عرفت ازاي؟ النورمال لما اديته لو دوز دكساميثازون الاي سي تي اتش قل، ده نورمال. اللي عنده كوشنجز ديزيز لما اديته لو دوز ما قلش، لكن لما اديته هاي دوز الاي سي تي اتش ليفلز قلت. اما اللي عنده اكتوبيك اي سي تي اتش ريليز ولا قل باللو دوز ولا بالهاي دوز، ويفضل الاي سي تي اتش ليفلز تبقى عاليه جدا جدا في الناس بتوع الاكتوبيك دول اللي هم زي اللي عندهم ايه سمول سيل كارسينوما وهكذا. خلاص يبقى بالنسبه لل نورمالي لو دكساميثازون دوزز سبريسز الاي سي تي اتش ريليز ثرو نيجاتيف فيدباك اون هايبوثالاميك بيتيوتري اكسس ريدوسينج ذا يورين اند سيرم كورتيكوستيرويدز. ان 98% اوف كيسز وذ كوشنج سيندروم سبريشن اوكرز، بس امتى؟ على ات ماتش هاير ثريشولد اللي هو هاي دوز دكساميثازون سابريشن تيست. اما بقى الادرينال تيومرز والاكتوبيك اي سي تي اتش برودكشن ويل نوت بي سابريست حتى بالهاي دوز دكساميثازون سابريشن تيست وهكذا. ما علينا. في تيست تاني برضو بيعملوه يقول لك ايه، لو انا اديت كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون اللي هو المفروض بيطلع من الهايبوثالاموس يبقى رد الفعل ان الاي سي تي اتش يزيد من ايه من البيتيوتري. لكن لو الاي سي تي اتش ده خارج من حاجه اكتوبيك من بره مش هيرسبوند للسي ار اتش. فده برضو حاجه من الحاجات اللي ممكن تقول لك انت سنترال، انت مشكله بيتيوتري ولا مشكله اكتوبيك، انك تدي كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. لو لقيت ان حصل اكسجيريتد اي سي تي اتش عن اللي كان بيطلع ده غالبا مشكله في البيتيوتري. لو لقيت ان مفيش فرق والسي ار اتش اللي انت اديته ما عملش تاثير يبقى غالبا ده حاجه اكتوبيك. علينا بقى الكلمه الاخيره دي مش مهم. المهم يبقى احنا كده عرفنا تستات تانية للكورتيكوستيرويد غير موضوع ال8 اي ام كورتيزون وال24 رينري كورتيزون. ده كلام ظريف جدا بس خد في باغه في دماغك ان احنا في تستات تانية بنحاول نعملها علشان نعرف هو الكورتيزون ده او الاي سي تي اتش ده جاي منين، جاي من البيتيوتري جلاند ولا اكتوبيك. موضوع الايه الدكساميثازون سابريشن تيست والسي ار اتش ايه ستيميوليشن. نيكست، في حاجه تانية بقى اعنف شويه اللي هو انا مش عارف اوصل يا جماعه هو مايكرو ادينوما وانا مش شايفها في الام ار اي ولا ده اكتوبيك
ما دي ليله سودا والعيان عنده كورتيزون عالي وبيموت مني، انا عايز اعرف ده جاي منين. فجربت الديكساميتازون سبريشن مش نافع. جربت في حاجه تانية بقى اللي هي الانفير بتروزال ساينس تيستينج. تخيل بقى يجي واحد بتاع انترفنشن راديولوجي او انت نيرو انترفنشنست مهما كان يعني ايه، ودخل يخش عند الايه البتروزال ساينس، يروح واخد ايه، واخد عين الدم من عند البتروزال ساينس، او ناس يقول لك من عند الكافيرنس كمان، ياخد من الحته دي اللي هي ايه اللي هي الفينس درينج الطازه اللي لسه خارج منين من البيتيوتري، ويشوف الليفل بتاع الاي سي تي اتش في الحته اللي لسه خارجه طازه دي لسه كونسنتريتد ليفل، علشان يقول لك ايه لو الليفلز هنا لقيتها اعلى من الليفلز اللي في الدم وهي لسه كده كونسنتريتد، يا معنى كانها خارجه من البيتيوتري جلاند. ده في اعنف من كده كمان، يقول لك شوف لي الناحيه اليمين والناحيه الشمال عشان اعرف انهي هاف من البيتيوتري هو اللي بيخرج، لان ساعات بتبقى البيتيوتري ادينوما صغيره جدا وانا مش شايفها في الام ار اي، فاضطر ان انا اشيل نص البيتيوتري. يقول لك شيل النص اليمين ده وخلاص. عرفت ايش معنى نص اليمين؟ لان لما عملت انتيرو بيتروزال ساينس تيستينج للنص اليمين لقيت في اي سي تي اتش ليفل اعلى، فشيل النص اليمين غالبا العدسيه او حته الادينوما موجوده في النص اليمين من البيتيوتري، اعمل لك ايه هيمي هايبوفيزيكتومي كده ماشي. شوف من كتر عنف الموضوع لو ما لقيتش التيومر ده انت تبقى كاره حياتك. هنتكلم على الكلام في المانجمنت ان شاء الله في الشق اللي بعد كده ان شاء الله. مهم يعني يبقى الانفيرو بيتروزال ساينس سامبلينج ها دان باي انترفنشن نيورو راديولوجيست يوزز مايكرو كاثيتر تو ميجر الاي سي تي اتش ليفلز اون ايتش سايد ات بيس لاين، وبعد كده بتديله برضو كورتيكوستيرويد ريليزنج هرمون 2 و5 و10 minutes علشان تشوف بعد لما تديله سي ار اتش وتشوف بقى الاي سي تي اتش وهو خارج بقى هل بيخرج بصوره عاديه ولا بيخرج بصوره عاليه. It may also determine likely side of microadenoma within the pituitary في الناحية اليمين فاعمل right hemi hypophysectomy، ولا ناحية الشمال فاعمل left hemi hypophysectomy في حالة ان انا ما كنتش شايفها. دي التستات اللي احنا بنعملها على الكورتيزون. طبعا احنا ما بنعملش غير سيرم كورتيزون 8 AM، وان شاء الله في الMRI نحاول بقى بالنيو MRIs بقى الثيم كاتس وكده الدنيا تبينة وان شاء الله نشوف الورم وكده، لكن في حالة عدم ظهور الكلام ده فانت بتحتاج ترجع ليه الكلام البطنوي العنيف بقى بتاع الدكساميتازون سبريشن تيست والسي ار اتش ستيميوليشن والانفيرو بيتروزال ساينس سامبلينج. نيكست، بالنسبه للجروث هرمون كنا قلت الكلمه دي بقولها تاني، ان النورمال بيزل ليفل اوف جروث هرمون اقل من 5 نانو جرام، اللي عندهم اكروميجالي المفروض ان يكون الجروث هرمون ليفل بتاعهم اكتر من 10. يعني انت الطبيعي بتاعك لما قيس لك جروث هرمون يكون اقل من 5 نانو جرام، اللي عندهم اكروميجالي بيكون الليفل 10 عشان اشخص ان ده اكروميجالي وجروث هرمون كتير اقول لك ان الليفل بتاعك اكتر من 10. مش دي المشكله، انت هتبص بعد كده على الريفرنس ريج، مش ده المشكله عندي. انا عايز اقول لك ليفل ايه بقى، النورمال بيزل ليفلز دو نوت ريلايبلي ديستينجويش نورمال بيشنتس فروم جروث هرمون ديفيشنسي. ازاي بقى؟ بان انت عندك بلساتايل سيكريشن اوف جروث هرمون، الموضوع مش بينزل كونتينيوسلي على مدار اليوم، فلو خدت اي عينه عشوائيه هتبقى ثابته، لا ده في pulsatile release of growth hormone والrandom growth hormone levels are not generally useful في الdiagnosis. وما نعمل ايه؟ عشان كده قلنا ان الافضل والrecommended ان انت تعمل الانسولين-like growth factor اللي هو اللي اسمه كان اسمه او كده somatomedin C دوت، the excellent integrative marker of average growth hormone secretion. عشان كده هو ده اللي احنا بقينا بنطلبه. اوكي؟ ده بالنسبة للجزء الخاص باللابوراتوري. يبقى احنا كده بعتنا العيان للرمض عشان يعمل الفيلد، وبعتنا العيان للمعمل بسلسله الايه التحاليل اللي احنا قلناها الاساسيه، وعرفنا بقى الحاجات الخاصه بالايه بالجروث هرمون والكورتيكوستيرويد. تعال بقى نعمل نبعت عيان يعمل ايه الاشعاعات. هنطلب منه ايه ام ار اي سله وذ كونتراست، وهنطلب منه سي تي بارا نيزل ساينس. تعالوا بقى نفهم احنا هنقرا الاشعاعات دي ازاي. في الاول تعالى نبص على النورمال ام ار اي بتاع منطقه الايه السله دي. يهمني قوي انك تجيب دايما الكورونال كات، اول حاجه بنحب نشوفها في الام ار اي بتاع البيديتري الكورونال كات. الكورونال كات لازم يبان لك حرف الاي ده، دايما عينك بتدور على حرف الاي ده. هو ايه الاي ده؟ الاي ده عندك من تحت البيتيوتري جلاند وعلى جانبيها بتلاقي فيه كورتين كده. ايه الكورتين دول؟ ده الكاروتيد ارتري جوه كافيرنس ساينس. حضرتك الكورتين دول السود دول كاروتيد ارتري جوه كافيرنس ساينس ماشي. وبعدين
بقيه الاي قلنا خلاص البيتيوتري طالع منها كده العمود اللي طالع فوق ده الايه ده البيتيوتري ستوك. وبعدين الاي من فوق بقى وايه الشلته اللي فوق من الاي دي ده الايه ده الاوبتيك كايازم. المنظر ده لازم تحفظه ولازم عينك تدور عليه دايما في اي اشعه انت بتشوفها بقى عاديه او بيتيوتري. عايز تبص على البيتيوتري كويس يا ابن الحلال بص ودور على دي. لو ما لقيتهاش ولقيت ان هنا في ماس وهذه الماس كانت موجوده جوه البيتيوتري واصله بقى ضغطا للستوك لحد انت مش شايف اصلا الكايازم او كايازم مضغوط او مزقوق اللي عنده غالبا هيبقى جايب فيجوال سيمتومز. كلام مهم جدا. بص على الصوره دي ملي عينك منها احفظها كويس. بيتيوتري جلاند ستوك والايه الاوبتيك كايازم. على الجانبين بقى عندي الكافيرنس ساينس عندي الخرم بتاع الكاروتيد ده كاروتيد من تحت في الكافيرنس ساينس ومن فوق لسه برضو ده لما طلع ولف فوق الكافيرنس ساينس. ما هو كده عارفين الكاروتيد ايه بيبقى ماشي جوه الكافيرنس وبعد كده بيلف يلف من فوقيه فيبان لك هنا تو كاتس لنفس الكاروتيد واحد تحت جوه الكافيرنس واحد فوق لما عدى من فوق الكافيرنس ساينس. وده المنطقه بتاع الكافيرنس باراسيلر هي جنبينا وفيها الكرينيال نيرفز الحلوين الامامير كلهم جنبينا. شوف الصوره اللي مين الدياجرام وبص على الاشعه ولازم عينك تلقط حرف الاي ده ستوك ما بين الكايازم فوق والايه والجلاند من تحت. طبعا حد يقول لي هو الستوك لازق في الكايازم ايه الكلام البطيخ ده يعني الستوك ده رايح للهايبوثالامس اه بس هو قريب منه فبيبان كده في الاشعه مش احنا عارفين كده في الفلور اوف ثيرد فنتريكل ها انت عندك من قدام الاوبتيك كايازم ورا بيبان الانفانديبلم على طول بتاع البيتيوتري فهما جنب بعض قوي يعني كله يعتبر جزء من الفلور اوف ثيرد جزء من الهايبوثالامس يعني واخد بالك. فالكايازم لازقه جدا في الهايبوثالامس او قدامها ففي الاشعه بيبان ان هما كانهم ايه لازقين في بعض بهذا المنظر وحرف الاي ده لازم يلزق في دماغك لما تيجي بعد كده تشوف الايه الاشعه. نيكست بقى ده المنظر اللي انت بتشوفه في البيتيوتري ماكرو ادينوما في الحالات الكبيره سواء كان بقى نون سيكريتوري او في البروباكتينوماز او جروث هرمون مهما كانت دي مشكلتنا. بص المنظر بتاع الادينوما انت بتبص على ايه؟ اولا بتجيب الكورونال كات ده انت هنا فين يا جماعه اللي بص على الكورونال كات كده فين الستوك انا مش شايفها فين البيتيوتري جلاند الحرف الاي انا مش شايفها فين الاوبتيك كايازم مش شايفه. بص على الصوره اللي في النص اللي هي بالسهم الازرق الكبير ده بيشاور لك على الكايازم موجود فين. بص الكايازم فين الكايازم فوق مزوق خالص انت مش شايف واصل لحد فوق خالص شوف الكايازم مزوق ازاي منظر صعب جدا. بص يعني في الدياجرام اللي على الجنب مبين لك ان في بيتيوتري تيومر طالعه وفوق كده قاعده كده محشوره كده فوق غلبانه كده الايه الكايازم فوق بالسهم الاسود الصغير ده الايه الكايازم مزقوق فوق ومخنوق فوق كده ده المنظر بتاع الام ار اي ان الكايازم مزقوق عنده طبعا طبعا عنده فيجوال بروبلمز. الحاجه الثانيه شكل كده بتاع البيتيوتري ادينوما بياخد شكل السنو مان عارف السنو مان اللي هو كوره اللي هي عباره عن راسه وبعد كده كوره عن جسمه وبعد كده احط له جزره في مناخيره لا هنا من غير جزره معلش فيبقى شكل بقى الايه السنو مان ده. ايه اللي خلاه ياخد شكل السنو مان ده الدايفراجما سيلي ان هو التيومر في الاول كبر جوه السله وبعدين عدى من الدايفراجما سيلي وده كونستريكشن في طريقه وبعد كده كبر بقى سوبرا سيلر سيستيرن فراح كبر في المنطقه دي فبقى عندك كورتين ما بينهم كونستريكشن او عمل لك شكل السنو مان ابييرنس وده حاجه كاركترستيك للبيتيوتري ماكرو ادينوما ده الشكل بتاعها في الام ار اي. نيكست مهم جدا بقى كديفرنشال دايجنوزس تعرف الفرق ما بين الماكرو ادينوما والسوبرا سيلر مننجيوما لان الاثنين دول شبه بعض في الرنين. بص على شكل الرنين والله تبص على الرنين بتاع الام ار بتاع مننجيوما ده تقول هذا شكله بيتيوتري ولا ايه شكله ادينوما. تعرف تفرق ما بينهم ازاي مهم جدا في ثلاث حاجات اساسيه عشان تفرق ما بين البيتيوتر ادينوما والسوبرا سيلر مننجيوما. اول حاجه البيتيوتر ادينوما السنتر بتاعها سيلر هي بادئه من السله وماليه السله وبعدين اكستندنج من السله لسوبرا سيلر فهي بدايتها لازم السله تكون انفولفد. اما السوبرا سيلر مننجيوما دي بدأ منين؟ السوبرا سيلر لو فاكرين في المننجيوما اللي هي التيوبركلم سيلي وبلانم سينوديل بالذات التيوبركلم سيلي فهي سوبرا سيلر الابي سنتر بتاعها سوبرا سيلر هي طالعه من فوق اساسا ممكن تاكستند بقى لتحت تاكستند للجنب زي ما هي عايزه لكن الابي سنتر بتاعها فين؟ سوبرا سيلر فدي اول ديفرنش. حاجه الثانيه
الهوموجينيسيتي في الايه في الانهانسمنت. طبعا المننجوما هوموجينس للانهانسمنت وليها ديورال تيل، ما تهزرش الكلام ده، مش البيتيوتري ممكن يكون فيها هيتروجينس انهانسمنت وليها ملهاش ديورال تيل طبعا والكلام ده. الحاجه الثالثه ان الكالسيفيكيشن ممكن انها تكون موجوده في المننجوما طبعا مش موجوده في البيتيوتري. واخيرا الايه البون بيحصل هايبر اوستوزيس مع المننجوما وممكن يحصل هايبر يحصل بون ريزوربشن ويحصل زي سكال ديفكتس وبوني ديفكتس مع البيتيوتري. مهم جدا الفرق ده ما بين السوبرا سيلر مننجوما والبيتيوتري. اهم فروقات انت فعلا بتشوفها هو مكانها، ان البيتيوتري ادينوما مينلي سيلر ثم سوبرا سيلر، اما السوبرا سيلر مننجوما هي الايبي سنتر بتاعها سوبرا سيلر. حاجه الثانيه الديورال تيل، مين اللي عنده ديورال تيل؟ المننجوما طبعا. مين اللي عنده هايبر اوستوزيس في البون؟ المننجوما طبعا. مين اللي هوموجينس لانهانسمنت وليه ديورال بيز محترمه كده؟ طبعا المننجوما مش البيتيوتري. واخيرا ممكن المننجوما تعمل هايبر اوستوزيس والبيتيوتري يبقى في ريزوربشن للسكال بيز زي الحالات اللي تيجي بي سي اس اف رايلوريه. اوكي ده بالنسبه لاهم ديفرنشال دايجنوزز للبيتيوتري ادينوما. طبعا في اذر بقى ديفرنشال دايجنوز بقى اللي هو البيتيوتري كارسينومز والهايبوثالاميك جلايومز والهايبوثالاميك هامرتومز وكل الليله الحلوه الظريفه دي وايه تاني والجرم سيل تيومرز في المنطقه دي. واشهرهم طبعا اشهر حاجه ديفرنشال دايجنوزز مع البيتيوتري طبعا كرينيوفارينجوما، هنتكلم عنه ان شاء الله مره جايه. كرينيوفارينجوما ده هو اهم ديفرنشال دايجنوز مع البيتيوتري كحاجه سيلر سوبرا سيلر هو والايه والمننجوما. لو هقولهم بالترتيب كده قول لي كده الديفرنشال دايجنوزز للبيتيوتري، اقول لك رقم واحد سوبرا سيلر مننجوما، رقم اثنين كرينيوفارينجوما، بعد كده بقيه الحاجات الثانيه. ده الترتيب المنطقي اللي احنا نقوله، ما نقولش الاول هايبوثالاميك هامرتومز النادره وما نقولش كرينيوفارينجوما. الترتيب الصح نقول اول حاجه سوبرا سيلر مننجوما وبعدين كرينيوفارينجوما، بعد كده بقى ايه كل الحاجات الثانيه الحلوه. نيكست بص بقى المنظر الثاني بقى بتاع الايه المايكرو ادينوما القذره السخيفه اللي غالبا هتبقى اي سي تي اتش وايه وتكرهنا في عيشتها دي. بص المنظر دي عايزه واحد بقى ايه يعني محترف، واحد شاف اشعاعات كتير قوي. اول حاجه بصيت على حرف الاي الطبيعي بتاعنا اهو، ادي بص على الصوره اللي على اليمين خالص حرف الاي بتاعنا الجميل، ادي الاوبتيك كايزم احنا بعيد عنها خالص الحمد لله في سبيس جميله هايبوثايتري ستوك. وبعدين دخلت على الجلاند لقيت في تفه شكلها غريب، تفه ولا ممكن تكون ارتيفاكت اصلا يعني، بس ديت هي دي الادينوما يا معلم. يا لهوي بس دي هتقول لك باخد بالك بس الادينوما هنا ناحيه الشمال شويه وانت داخل بافتح ناحيه الشمال. ها نفس الكلام في الصوره اللي في النص برضو ان في زي تفه كده شكلها مختلف شويه ناحيه الشمال، يبقى ركز ممكن تكون هي دي التيومر. وهكذا هو ده المايكرو ادينوما، محتاج عينك تبقى قويه، محتاج عينك تبقى متعوده انها تشوف بيتيوتريز كتير. ما تستغربش ان انت مش شايف الادينوما ومش عارف تجيبها، عادي جدا. هو انت يعني اتولدت ده اعرف المايكرو ادينوما الاول واعرفها واعرف شخصها. المايكرو ادينوما محتاجه بقى خبره وعينك تبقى قاطعه كتير، وفي ناس كتير على فكره وناس كبار ممكن ما تشوفهاش عادي يعني، ممكن تعدي من ناس كتير مش مشكله يعني، بس لو عرفتها تبقى بوب وبرنس وفي الاخر هتطلع ارتيفاكت وتبقى انت مش فاهم حاجه. يلا نيكست. وعشان احنا غلابه وما بنعرفش نشوف البيتيوتري مايكرو ادينوما، بتوع الاشعه عملوا حاجه ظريفه جدا اللي هو الام ار اي دايناميك فيو. دي حته حلوه قوي دي. ايه الموضوع ده؟ هو قائمه على فكره ان البيتيوتري جلاند دي اصلا المفروض حاجه ملهاش بلاد برين بارير، وبالتالي فهي لما بتاخد ام ار اي وذ كونتراست بتاخد الكونتراست انهانسمنت بسرعه جدا اسرع من التيومر نفسه. فلو انت اديت MRI with contrast وقعدت ان انت تاخد صور ليه على مدار الوقت، هتلاقي في الاول البيتيوتري جلاند هتاخد الصبغة، وبعدين بعد شوية هتلاقي التيومر بدأ ان هو الصبغة توصل له وبدأ ان هو يظهر. يعني بص في الصورة دي هتلاقي في الدقيقة 15 و30 بدأت البيتيوتري جلاند تظهر كده، في حاجة واخدة الصبغة فوق الليجن اللي موجودة، وبعديها على الدقيقه 60 و90 بدا بقى الليجن ان هو يبان لي. يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تطلبها في حاله ان انت شاكك ان في مايكرو ادينوما وانت مش شايفها كويس، تطلب الام ار اي دايناميك ستادي او الام ار اي سله والدايناميك فيو علشان تشوف الايه التسلسل بتاع الصبغه. هتبقى تشوف ان في الاول اللي هياخد الصبغه في الاول هو البيتيوتري جلاند،
ثم الادينوما هتبقى بعد كده. نيكست. اخر حاجه خالص بقى في الشق ده الثاني من المحاضره النهارده هو موضوع السي تي ايفالويشن. انت بتعمل السي تي بتاع البيتيوتري ليه؟ بتعمله ليه؟ ها بتعمله ليه؟ السي تي مش هيوريك التيومر بصراحه، ها الا لو عملته ويت كونتراست، ولكن ده مش اوبشن كويس يعني، ده سكند اوبشن بعد الام ار اي طبعا. لكن بنعمل السي تي عشان نشوف البون. انت راجل ناوي تخش سيرجري غالبا ترانسفينويدال، فانت هتبقى عايز تبص البون والتراك اللي انت هتمشي فيه ده شكله ازاي، عايز تبص على السبتم بتاع السفينويد ده موجود فين، هل هو سنترال ولا ديفييتد لناحيه، لان هو لو ديفييتد لناحيه هتبقى انت هيبوظ لك الاورينتيشن بتاعك، اوعى تكون فاكر ان السبتم بتاع السفينويد ده سنترال، لا السبتم ممكن يكون واخد مش موجود او واخد بقى ايه راح ناحيه، فانت لو مشيت معاه هيضللك جدا. فلازم تكون شايف السفينويد ساينس شكله ازاي، كيرفتشر ازاي، اتجاهه ايه، وهكذا. وبعدين بتبص على زي في الصوره دي، بتبص على السله، بص على السفينويد ساينس ملياها ازاي، لان احنا هنقول بس نيكست ان في اشكال مختلفه من السفينويد ساينس، والسفينويد ساينس ده ليه ثلاث اشكال. يا اما يكون كونكال، كونكال يعني غالبا السفينويد ساينس كله صغير قوي، حاجه صغيره قوي بالذات في الاطفال، ده بيكون اكتر في الاطفال، بيكون لسه الساينس نفسه ما اتملاش هوا، ما بقاش ساينس حقيقي، فبيبقى السله كده مصمطه كده، او السفينويد بون مصمطه ما فيهاش هوا خالص، وده طبعا بيخلي العمليه صعبه جدا. لو ما تفكرش هنا في الترانسفينويدال سيرجري هتبقى فيري فيري بروبلماتيك، مش تقدر تخش وتوصل بالايه لو كانت كونكال كده. لكن الاشكال احنا نخش منها بقى في شكلين، اللي هو البري سيلر، تبقى عارف ان الهواء موجود قدام السله، وانت لو دخلت وفتحت هنا تخش من قدام السله، ده البري سيلر. او يكون بقى سيلر بجد بقى، اللي هو ايه، لا الهواء كله كل الدنيا حلوه، خش بفضل الله هتلاقي ان الدنيا واسعه وحلوه، والسفينويد ساينس هواء مليها وجميله، وتقدر انك تاكسبوز بيها السيلر فلور بمنتهى البساطه. يبقى دي الاشكال المختلفه للسفينويد ساينس، يا اما كونكال وده ما ينفعش فيه عند جراح، يا اما بري سيلر، يا اما بيكون سيلر. نيكست، اخر حاجه بقى منظرها بقى في الاشعه زي ما احنا شايفين، اول واحده فوق اللي هي حرف الايه اللي هي فوق على الشمال، ده الايه الكونكل، ده سخيف جدا وده ما نحبش نعمله سيرجري. تاني واحد بي اللي هو هيبقى ايه، ده بري سيلر، الساينس قدام الايه السله. بعد كده بقى الاشكال اللي احنا بنحبها بقى إيه اللي هو سي انكمبليت سيلر او كومبليت سيلر، دول بيبقى هنا الدنيا بتكون اسهل والطف، والاكسبوجر بيكون اسهل للسيلر فلور. اوكي، بريك سريع وهنرجع بقى ناخد الشق الثالث من محاضرتنا النهارده، والشق بقى اللي هو ليه خاص بالمانجمنت، سواء كان الميديكال او السيرجيكال مانجمنت. فالى اللقاء.